بسم الله، اليوم رح أعمل دجاج محشي بالرز الشرقي. هالأكلة كتير فخمة وطيبة وسهلة، أبدا مو صعبة، وبتلبق كتير للعزايم. شوفوا ما شاء الله، ما أحلى الرز وما أحلى تحمير الدجاج. والحلو بهالوصفة فيها تحضير مسبق، يعني بتقدروا تبلوا الدجاج وتحطوه قبل بيوم بالتلاجة، بتختصروا على حالكم كتير وقت. سهلة جدا جدا. يلا نبدأ نشوف الطريقة والمقادير مع بعض. رح أبدأ بتتبيلة الدجاج. عندي لبن زبادي تقريبا نص علبة، وعندي عصير ليمونتين، عصير ليمون، وعندي ثوم مهروس بتقدروا تستغنوا عنه لو ما بتحبوه، وعندي برش ليمونة بس الجزء الأصفر أخذت، برش ليمونة، ورح أضيف زيت زيتون. زيت زيتون طبعا. هلأ بالنسبة للبهارات تقدروا تحطوا أي بهارات أنتوا بتحبوها بالبيت، يعني ما تتقيدوا، بس أنا كتير بحب هاي الخلطة للجاج المشوي، بتعطيني طعم رائع. عندي ملح، فلفل أسود، بهارات مشكلة، فلفل حار أحمر مجروش، هيل ناعم، بهارات مدخنة لشوي الدجاج، وعندي فلفل أحمر حلو. رح أضيف البهارات، أضيف البهارات كلهم، وعندي كمان كاتشب. كاتشب. خلط البهارات وكل هالمواد مع بعض، بنخلطها. اي مكون انتم مو حابينه موجود بالخلطه بتقدروا تستبعدوه وتستغنوا عنه. هلا تتبيله الدجاج صارت عندي جاهزه، وهلا الدجاج كمان عندي جاهز، غسلته كتير كويس ونشفته من المي. علشان نحشي الدجاج ونعرف نسكرها، ما تشيلوا هذا الجلد اللي بيكون من هون، لانه احنا هلا بدنا نسكرها هيك، بدنا جلد لحتى يمسك معانا ونقدر نسكر الدجاجة. هذا خاصة للجاج المحشي اللي رح نحشي رز، بتساعدنا كتير هذه الجلد اللي هون لحتى نقدر انه نسكرها. رح ابدأ اخذ تتبيلة الدجاج وأحط بين الجلد وبين اللحم، مش بس أحط على الجلد، لأنه أنا كمان بدي نكهة للحم، فرح أصير أحط بالتتبيلة داخل الجلد لحتى تدخل هالتتبيلة كلها بكل الجلد. شايفين كيف؟ أنا ما بدي بس أحط التتبيلة على الجلد وتروح على الجلد ما أستفيد منها، أنا بدي كمان اللحم نفسه يتشبع بنكهة التتبيلة. علشان هيك أنا بحط وبمد إيدي وبوصل حتى للفخدة. شايفين هاي الفخدة؟ بمد ايدي وبحوصل التتبيلة فيها، باخد تتبيلة وبحط على الجاجة من فوق ومن الداخل، بحط فيها هيك ومن برا. انا بكون هيك وصلت التتبيلة لكل مكان بالدجاج، وبضمن انها تطلع النكهة عندي غير شكل. شايفين؟ يعني هاي خطوات بسيطة ما تستهينوا فيها، بتعطيكم نكهة مضاعفة لنكهة التتبيلة بالدجاج. هلأ الدجاج هيك صار جاهز عندي، تبلته. لو عندكم وقت اتركوه قبل بيوم، بيطلع طعمه غير شكل، بجنن، متشرب كل النكهات، ماخد من نكهات بعض. لو ما عندكم وقت اعملوه قبل ساعة زمان ساعتين، بس على الأقل اتركوه ساعة على حتى هيك ياخد نكهة. طبعا احنا بهاي الطريقة لما نحط البهارات بين الجلد والدجاج بنضمن انه النكهة توصل لكل مكان، يعني حتى لو عملناه بعد ساعة رح يطلع طعمه رائع وبجنن. بس أنا بحب لو عندي وقت إني أعمله قبل بيوم وأجهزه لحتى أحصل على نكهة كمان أطيب وأقوى للبهارات بالدجاج. هلأ رح ألفهم بنايلون وأدخلهم على التلاجة لوقت ما أبلش أحشي فيهم. لحشوة الدجاج رح أعمل الرز، عندي معلقتين زبدة كبار وشوية زيت، رح أضيف لهم بصلة مفرومة ناعم، أقلب البصلة مع الزبدة شوي، رح أضيف لحمة مفرومة خشن، أقلب اللحمة مع البصل، بقلب اللحمة لحتى تستوي. هلأ بعد ما استوت اللحمة رح أضيف البهارات، عندي فلفل أبيض، ملح، شوية بهارات مشكلة وشوية قرفة، بتقدروا تحطوا أي بهارات أنتوا بتحبوها. بضيف البهارات، وعندي كمان زبيب أسود، رح أضيف الزبيب، ولو ما بتحبوه استغنوا عنه. أنا كتير بحب النكهات بين الحلو والمالح، علشان هيك أنا رح أضيف شوية زبيب، لو أنتوا ما بتحبوها استغنوا عنها تماما. بقلبهم مع بعض بس مجرد دقيقة، وهلأ رح أضيف الرز. الرز مزة، غسلته ونقعته صفيته كتير كويس. بضيف الرز للحمة، تقليبة بسيطة، رح أضيف المي، وطبعا أنا ما رح أطبخه طبخ كامل للرز، رح أطبخه 3/4 سوا، علشان هيك المي اللي رح أضيفها رح تطبخ لي إياه بس 3/4 سوا. بضيف المي، وهلا بترك الرز ياخذ 3/4 استوى. انا ما بدي اياه يستوى مزبوط، لاني رح ارجع
أدخله طبعا بالفرن وراح يكمل استوى داخل الدجاج. مهم جدا يكون الرز 3/4 استوى، يعني ما تخلوا الرز مستوي كتير وتحطوه تحشوه بالدجاج بعدين لما تطلعوه من الفرن وتفتحوا الدجاج راح تلاقوا الرز من جوا خبص ولزق كتير ببعض وما راح يعطيكم نتيجة حلوة. فلازم تخلوا الرز 3/4 سوا لحتى يكمل سواه، هالشوي اللي ضلوا بيكملوهم بالدجاجة وبيعطونا رز نشري غير شكل بالرز المحشي جوا الدجاج. طبعا اكيد بتقدروا تستخدموا الرز اللي انتم بتحبوه، ممكن تستخدموا رز صنوايت الحبة القصيرة اللي هو الرز المصري، وممكن تستخدموا الرز البسمتي. الرز لحشوة الدجاج صار عندي جاهز، استوى 3/4 سوا، راح اتركه لحتى يبرد تماما لحتى اقدر اني احشي فيه الدجاج. هلأ طلعت الدجاج من التلاجة والرز عندي جاهز، رح أبلش أحشي بالدجاج بخلطة الرز واللحمة. لازم تكون كمية الرز هي الكمية اللي حنحشي فيها الدجاج، ما بدنا يكون عندنا كمية رز زيادة، علشان يعني إحنا ممكن نعرض الرز لأنه نصيب الدجاج نرجع نصيب الرز، فهون بيكون الرز عندي يعني تقريبا استوى وشبه عرضنا للدجاج الني، فأنا ما بدي يصير معي هذا الإشي. علشان هيك أنا بعمل كمية الرز هي الكمية بالضبط اللي أنا بدي أحشي فيها الدجاج، بكون يعني أنا عارف قياسات الدجاج اللي عندي علشان ما يزيد. هلأ ببلش أحشي بالرز بالدجاجة، باخد الرز وبحط، ما رح أعبيها، رح أحط بس تلتينها. مهم جدا لما تكونوا تحشوا بالدجاج ابدا ما تشدوا على الرز وتصيروا تشدوا لجوا لحتى تزيدوا الحشوه، هيك حيطلع عنا الرز معجن ومش نافع ومش ضابط ابدا. فاحنا بدنا عشان حبه الرز نفسها ترجع تاخذ راحتها جوا الدجاجه ابدا ما بشد عليها، بمجرد بس بحط الرز وخلص. اذا كانت عندكم كميه الرز كبيره على الدجاج وعلشان ما تلمسوها بالمعلقه بفتح الدجاجه بهذا الشكل وبديرهم دير، ما بخلي المعلقه تصيب الدجاجه ابدا. شايفين كيف؟ بكل سهولة هيك انتو بتضمنوا انه انتو ما عرضتوا الرز اللي عندكم للدجاج الني بهذا الشكل. بعد ما حشيت الدجاجة شايفين كيف ما عبيت، هضل في مجال لحتى الرز ياخد راحته. رح امسك هذا الجلد بهاي الطريقة اللي من هون واسكرها، وبالاعواد الخشبية بحاول اني اسكر واعملها بشكل حلو مرتب بهذا الشكل. هيك سكرتها، سكر. هلا بدي اضب افخادها للدجاجه. كيف راح اخذ هاي قطعه الجلد اللي قلت لا تشيلوها بالبدايه علشان هذا الوقت، شايفين؟ راح بالسكينه افتح فتحه صغيره، راح ادخل الفخذ فيها. لا تكبروا الفتحه علشان ما بدنا اياها توسع بعدين تفلت الفخذ منها. شايفين كيف باخذ الفخذ الثانيه؟ ما راح ادخل الفخذه بجلد ثاني، لا بنفس الفخذه بدخلها من هون هيك شوي شوي طبعا علشان ما امزع الجلد بشكل حلو. هيك انا ضبيت افخادها للدجاجة وصار شكلها كتير حلو. بضل عندي الجناح، الجناح انا ما بتركه بهذا الشكل بالشوي، طبعا انا هدول ما بشيلهم اللي من فوق، بدي اياهم ليش؟ لاني راح ارجع الجناح بهذه الطريقة لورا لحتى يكون عنده شكله حلو، وهذا كمان برجعه لورا. شايفين كيف؟ وهيك أنا بكون رتبت الدجاجة وصار شكلها كتير حلو ومرتب. للي صعب عليهم يعملوا حركة الفخذة بالجلد أو أي إشي عادي سكروها بخيط المطبخ ما في مشكلة أبدا. الدجاج صار عندي جاهز لحتى أحطه بالكيس الحراري. راح أخذ الدجاجة وأحطها فيه، طبعا مش متوفر عندهم الكيس الحراري، بيقدروا يحطوا عادي بالصينية هيك ويلفوها بالقصدير ما في مشكلة أبدا. حطيت الدجاجة بالكيس الحراري، راح احط معاها خضرة، لو ما بتحبوا تحطوا خضرة ما تحطوا حسب ذوقكم. راح احط انا معاها بندورة وبصل وفلفل حار. هلأ شايفين هذه الخلطة اللي ضلت من تتبيلة الدجاج، انا ما راح ارميها، راح ارجع اخذها واحطها فوق الدجاج بكيس الشوي هيك، واحط كمان شوي فوق الخضار. هلا هيك حطيتهم بالاكياس الحراريه وسكرت عليهم، بس راح افتح فتحه صغيره بكل كيس. صاروا عندي جاهزين، راح ادخلهم على الفرن، راح ياخذوا تقريبا ساعه ونص على درجه حراره 200 بالرف الوسط. هلا راح اعمل الرز اللي راح احطه مع الدجاج المحشي، نفس الرز اللي حشيت فيه الدجاج راح اعمل نفسه بس راح اطبخه كامل.
بصلة مفرومة ناعمة، لو ما بتحبوها ما تضيفوها، بس أنا كتير بحب معاها البصلة تعمل نكهة طيبة. بقلب البصلة مع الزبدة والزيت لحتى تدبل تماما. بعد ما تدبل البصلات رح أضيف لحمة مفرومة. بقلب اللحمة مع البصل والزبدة. عندي زبيب أسود رح أضيفه للرز، لو ما بتحبوا الزبيب ما تضيفوه، بس أنا كتير بحبه. رح أضيف زبيب وبقلبهم مع بعض. هلأ نفس البهارات اللي حطيتها على الرز اللي حشيت فيه الدجاج، قرفة، ملح، فلفل أبيض، بهارات مشكلة، ورح أقلبهم شوي دقيقتين. ورز المزة منقوع مغسول نقعته تقريبا نص ساعة، رح أضيفه للحمة والبصل. بقلب الرز مع اللحمة. ما شاء الله ما بقدر أوصف لكم الزبدة شو عاملة ريحة مع اللحمة والزبيب والبهارات، بتجنن. هلأ رح أضيف المي السخنة. طبعا ارتفاع المي عن الرز بيكون تقريبا عقدة اصبع مش اكتر. بترك الرز لحتى يغلي بقوة وينشف سطحه، بس يبلش ينشف سطحه رح اوطي النار عليه واغطيه. الرز البسمتي والمزة ما بتحملوا انه نقعد كل شوي نقلب فيهم نقلب فيهم، حنكسرهم. رز حساس، يعني مو زي الرز المصري او الرز الامريكي بتحمل انه نقلبه، لا. الرز البسمتي والرز المزة لما نحطه على المي بنحركه مرة واحدة مرتين وهو المي عليه كتير، لما يبلش ينشف الرز بهاي الطريقة أبدا ما منلمسه، إذا لمسناه هون رح يتكسر ورح يتخبص وحرام رح نخرب شكله. فهلأ بهاي المرحلة شايفين كيف، رح أوطي النار على الآخر ورح أغطيه 20 دقيقة لحتى يتفلفل الرز ويصير عندي تمام. الرز صار جاهز عندي ما شاء الله، شايفين غير شكل. هلأ الرز صار عندي جاهز بهذا الشكل، رح أحط الدجاج المحشي فوقه علشان يكون الدجاج له لمعة حلوة. رح أعطيه مسحة زبدة، مسحة زبدة بسيطة، رشة بقدونس بسيطة، طبعا التزيين حسب ذوقكم. كمان رح أحط لوز مقلي، طبعا تقدروا تحطوا إيش ما بتحبوا مكسرات، ممكن كمان تحطوا كاجو، ممكن صنوبر، حسب ما بتحبوا. وهيك الدجاج المحشي بالرز الشرقي صار جاهز. إن شاء الله يا رب الوصفة تكون عجبتكم. رح نفتح دجاجة أفرجيكم كيف الرز فيها من جوا. هيك شكل الرز جوا، شايفين ما شاء الله كيف، شايفين ما شاء الله الرز كيف جوا الدجاجة، لأنه بقدر مناسب ما زدنا كتير، ضل الرز مرتب شكله حلو ما خبص أبدا. وطبعا تقدروا تاكلوا معه روب، لو بتحبوا تعملوا سلطة لبن مع خيار، ولو بتحبوا تعملوا سلطة عادية ما في أي مشكلة، حسب ذوقكم. وبنهاية الفيديو شكرا لحسن متابعتكم ومشاهدتكم. لو عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو لا تنسوني من اللايك، ولو لسه مو مشتركين بقناتي تفضلوا اشتركوا وفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل شيء جديد من الفيديوهات والوصفات اللي بنزلها.